عايزين قبل ما نبدأ في الدرس النهارده نفتكر حاجات عن الجافا سكريبت او منهج الترم الثاني. عموما احنا خدنا الترم الاولاني خدنا فيه ال HTML اللي هو بيعمل static web page. يعني ايه static web page؟ يعني صفحه ما فيش فيها اي تفاعل، انت بتدخل عشان تشوف المعلومات اللي فيها وتقراها تاخد معلومه منها وتطلع، ما بتقدرش تتفاعل معاها اكتر من كده. اما الترم الثاني بيتكلم عن dynamic او interactive web page اللي هو من خلال التفاعل. يعني ايه تفاعل في الويب بيج؟ يعني انت لما بتعمل سيرش ده يعتبر تفاعل، لما مثلا تيجي تدخل اليوزر نيم او الباسورد ده بيعتبر تفاعل، لما تيجي تضغط على بوتن موجود في الويب بيج ده برضه بيعتبر تفاعل. طيب الجافا سكريبت كان ليها رولز احنا كنا قلناها وهنرجع نقولها مره كمان عشان اللي ما كانش حاضرها معانا، ان هي لازم بتتكتب ما بين براكتس سكريبت وبرجع اقفلها، بتتكتب زي ما بكتب ال HTML بالظبط زيه. ولازم احنا كنا بنقول في ال HTML هو اسمه تاج، اما في الجافا سكريبت اسمها statement، ولازم كل statement لازم تنتهي بسيمي كولن اللي هي الفاصلة النقطة اللي تحتيها فاصلة. لو انا ما انتهيش بكده الجافا سكريبت ما بتقدرش انها تقرا. دي الرولز بتاعت الجافا سكريبت اللي عندي. باقي حاجة أخيرة فيها إن لازم كل الحروف اللي أنا بكتب بيها الجافا سكريبت تبقى سمول، كانت في ال HTML كابيتال أو سمول ما كانتش بتفرق معايا، أما في الجافا سكريبت لازم كانت تبقى سمول. طيب أنا هبتدي برضو آخد الدرس ده كودين وفي التحقق من البيانات. أول درس هو الماتشنج ما بين أي تو فيلد عندي. طيب انا مثلا ساعات لما بدخل على ويب بيج بدا يخليني ان انا ادخل الباسورد مرتين، ده بعمله ازاي؟ هنا بكتب اولا فورم ولازم اديها اسم، هخليها الفورم 1. بعد كده بكتب باسورد، دي الكلمه اللي بتتكتب لي قدام التكست بوكس، بكتب انبوت تايب وبكتب باسورد، واول ما بكتب باسورد هي الجافا سكريبت بتترجمها انها تطلع لي اللي بيتكتب في التكست بوكس ده دوتس او ستارز، ولازم اديها نيم، فانا هكتبها هنا تكست 1. بعد كده بكتب بي ار ده عشان ينزلني السطر اللي بعده، وبكتب ري تايب باسورد ده برضه الاسم اللي بيطلع لي قدام التكست بوكس، بكتب انبوت تايب ايكوال باسورد وبديها اسم تكست 2 عشان هي بتبقى مختلفه عن تكست 1 عندي. بعد كده بكتب انبوت تايب اللي هو سبميت، دي الزرار اللي هو هينقلني للصفحة التانية في حالة التسجيل، بكتب value ده الاسم اللي بيتكتب على الزرار، وبعد كده بكتب اسم الفانكشن عندي اللي هي F1، دي لما بقول انكليك لما أول ما أدوس عليها أو أول ما أدوس على الزرار يستدعيلي الفانكشن F1، وبقفل الفورم وبفتح سكريبت في براكت عشان أبتدي أكتب الفانكشن اللي عندي، بكتب اسم الدالة أو الفانكشن، وبعدين بفتح كيرلي براكت عشان اكتب الشرط اللي انا عايزاه يتحقق، بكتب اف فورم 1 يعني هات لي من النموذج الاولاني او فورم 1 تكست 1 الفاليو اللي فيه، لو هي ما اتطبقتش مع في الفورم بارت 1 عشان انا في نفس الفورم تكست 2 الفاليو بتاعتي ساعتها طلع لي alert message بالكلام اللي انا عايزه، فانا هكتب هنا زي 2 values don't match، وبقفل بالسيمي كولون زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. بعد كده بقفل الكيرلي براكت وبسيب فايل سيف اس، وبكتب الاسم دوت اتش تي ام ال، هشوف